التحضيرات تتم على أحسن ما يرام. اللاعبين كلهم عندهم جاهزية، المأمورية مش راح تكون سهلة أكيد، لأنه في لقاء يعني الذهاب كنا خسرنا بنتيجة 2-1. يتم غدوة إن شاء الله. نظن اللاعبين كلهم واعيين، إن شاء الله يا رب راح نقطعوا تأشيرة التأهل لدور المجموعات في المقابلة تاع غدوة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. أنا جيت الشباب الأزداد يعني بني أنه يعني في الفريق اللي حقق 3 بطولات متتالية، الفريق اللي عنده طموح حتى يروح في أبعد نقطة ممكنة في كأس إفريقيا، أكيد راح نوظف كل خبرة تاعي من الفريق هذا، وإن شاء الله يا رب نكون يعني من بين المحظوظين أنه نروحوا لأبعد نقطة ممكنة إن شاء الله. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.